انا ما عندوش شي كيا ديالنا واش ما عندوش شي خوتو ما عندوش شي يماه حشومه عليه عيب وعار وداد الام اللي كتحرق في الداخل ديالها اللهم هذا منكر هادشي هذا راه بزاف وخصنا كلشي يسمعنا من هذا الشيء اللي شفنا حنايا هذا السيده عندها 30 عام باش غتفيدني انا تكويتي انا كويت تكويت بنتي باش غتفيدني الحوز ديالو كما في البنية ولا بنتي حتى هوايا حتى هوايا حتى هو يتحكم حتى هو يتسادم حتى هو باش باش ديك الطريقه ديك العايل باش تختل حتى هو يتختل وما نبردشي على حساب ابني ها على حساب ابني الكياد الوالدين اللي كيد الام الام ما تورد له شي كيد ابنها واخا السيد راه بالحبس ويخرج ما عاد تبرد شي الام الام العقده دايره في القلب حنايا الامهات هما اللي كنهزو سمعتيني امهات هما اللي كنهزو دابا اي وحده كانت كتاخر بالعيش ولا الحليب ما تبقاش تاخرو انا تقول لي بس يا ام باغي نشري ما غادي تلقاش تمشي تشري علاش انا نمشي نشري انا خاف شنو هذا الشيء شنو هذا الشيء بغينا نقول شنو هذا الشيء بزاف اخاي بزاف انا ام وعندي وليداتي دابا خوفانة عليهم يخرجوا خوفانة عليهم يمشوا اي بلاصه انا خوفانة على راسي مي غيكون انا متي ساكنه هنايا مي كنت طفل هذا العمر مشى من باب دارهم وتقتل وبقى خمس ايام مختفي ودابا عاد بان السكن مدفون اذا كيفاش قالت الام ديالو انا ام حاسه بها خصنا الحق هذا الطفل الاطفال كاملين وداد الام اللي كتحرق في الداخل ديالها اللهم هذا منكر هادشي هذا راه بزاف وخصنا كلشي يسمعنا سمعتيني بيتا كلمتي ما نعرفش من الجوج ملي طلعت في فيسبوك ما نعرفش شي هادشي هذا كيما وقع لهاد العائله هذا يوقع لولاد ولادنا سمعتيني يوقع لولادنا ولاد ولادنا وطنجه ما عمرها كانت هكذا طنجه هذه واحد العامين ولا ثلاث سنين رجعنا كنسمعوا بزاف ديال الجرائم حق حد هذه الجريمه هذه ما عمرها وقعت هذه الجريمه هذه يعني جريمه بشعه جريمة خايبة ما عمرها وقعت في طنجة الجريمة بحال هذه العيل مسكين باقي صغير زعما اسمح لي صراحة أنا تفاجأت كنت ناسا بالليل وملي نفقت على الخبر ديال أنهم وجدوا عدنان فرحت قلت صراحة الله قلت الحمد لله الأمن قام بالواجب ديالو ولقى الولد ولكن كانت الصدمة وصدمة قوية ملي قالوا لي لقاوها مدفون أنا عندي ولدي كيقرا في المدرسة أنا من بلاصتي ما لانني انا بدي ام كيفاش غتكون يما اذا كنت انا الجاره ديالها حسيت بالالم وحسيت بهاد الحقره والقهر كيفاش غتكون الام ديالو حتى حنا امهات وعندنا ولادنا الدوله بغاو يخطفوهم اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر خلى الناس خايفه حنا ما نعسناش حنا بيتين فايخين حنا خوفانين عندنا وليداتنا كيمشيو ويجيو كيقراو دابا ولينا نخافو فين فين كيفاش غادي نعملو واش نشدو عليهم الباب واش نبقاو عساسين عليهم واللي خدام واللي كيجيب الطرف ديال الخبز اللهم هذا منكر عيب عليهم حرام عليهم عملوا هادشي هذا حنا كاملين خوت كاملين اسلام واش ما عندوش خوتو ما عندوش يماه حشومه عليه عيب وعار علاش عيشرحوا هاد السيد علاش عيتعداو عليه حرام هذا الظلم هذا منكر اللهم هذا منكر حتى دوك الناس اللي كانوا كارين معاهم هذوك الدراري حتى هما خصهم اشد العقوبه تاعهم حيت تستروا على الجريمه العائله 40 ايام والعائل في وسط الدار اولا 5 ايام وهاد الناس هادو خدامين في لازون فرونش كيخرجوا ويدخلوا حتى هما مشتركين في هادشي وحتى مول الدار اللي كرالهم حتى هو